صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل له طفل في المستشفى حياته على الأجهزة، فإذا نزعت منه الأجهزة مات، وقال له الأطباء لا بد من نزع الأجهزة، فهل يجوز له الموافقة على نزع الأجهزة علما بأنها إذا نزعت توفي؟ لا بأس بذلك، وهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، وصادر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة، لأنه إذا لم يكن حياته إلا بسبب الأجهزة أنها تنزع منه لأجل تستعمل في آخرين، لأن الناس بحاجة إلى الأجهزة، فكونها تعطل وتحط الواحد الميؤوس من حياته فهذا لا بأس بنزعها منه، لأنه حياته ميؤوس منها. نعم.